مدينة الإغاثة والطوارئ في القطاع الصحي في قطاع غزة؟ احنا الحقيقة من منذ منتصف التسعينات يعني 1995 ونحن نعمل مع قطاع غزة، بنقدم له الأدواء الدواء ونقدم له المستلزمات الطبية ونقدم له الأجهزة الطبية اللازمة. احنا لنا مكتب كامل ب 15 موظف موجود داخل غزة، واخد اعتراف رسمي داخل غزة، بيوافينا يوميا بتقارير وأيضا بيأخذ من وزارة الصحة الاحتياجات وبيبعتها لنا، واحنا أيضا حين نبعث بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بنتواصل مع مكتبنا، ومكتبنا بيتواصل مع وزارة الصحة ومع المؤسسات المختلفة بتاعة المجتمع المدني الموجودة داخل غزة. احنا الحقيقة لأن المجال الصحي كان مسموح به حتى أثناء القصف الصهيوني في آخر سنة 2008 لغزة، كان مسموح لنا من السلطات في النظام البادي أن احنا المجال الصحي هو المسموح له بالعبور خلال معبر رفح. وميزة أخرى هو القرب، أن احنا غزة احنا دولة الجوار الوحيدة لغزة، فأصبح هناك ميزة نوعية للجنة الإغاثة والطوارئ بأنها متخصصة في المجال الطبي اللي سمح أن يستخدم خلال المعبر، اللي له مكتب بالداخل بيديه كل الاحتياجات الحقيقية سواء كانت على الأمد الطويل أو كانت الطارئة اللي عاوزة تتغطى في مدة قصيرة. العائق الوحيد هو العائق المادي، يعني التبرعات بعد ما قامت الثورات العربية وأصبح في مشكلة في الصومال ومشكلة في سوريا ومشكلة يعني خفت صوت غزة وأصبحش الناس متجهة، الناس بتتجه وراء الأزمة، فأصبحت الأموال تتوجه إلى اللي عنده أزمة أكبر، فمن أجل هذا يعني تبرعات الناس وعطائهم لغزة أقل، والمؤسسات حتى اللي بتشتغل لصالح غزة بدأت تشتغل لصالح مصائب أخرى. وأنا طبعا رأيي أن داخل محبس غير اللي خارج المحبس، هم الآن داخل سجن كبير، 2 مليون نسمة داخل سجن كبير.